افتتح وزير الأوقاف محمد مختار الجمعة الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان سيناء المكان والمكانة. وفي كلماته أكد وزير الأوقاف ضرورة رفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، مطمنا مقام به من تصريحات الرئيس السيسي تقول إن سيناء خط أحمر ولن تكون وطنا بديلا لأحد، مضيفا أن توقيع معظم علماء العالم وبخاصة كبار علماء فلسطين على رفض تهجير أهل غزة إلى مصر يؤكد إدراك علماء الأمة أن هذا الإجراء يعد تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء لآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. إن الشهادة في سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة في سبيل الله، وأن التشبث بالأرض والشهادة في سبيل الدفاع عنها هي من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله عز وجل. انظروا المستشفيات يعني بيتم هدم الشهداء ويعني بيتم يعني زفهم إلى السماء وكأنها أفراح.